قصة حب على شط الهوى أجمل حكاية قلب أفضلها. ياسمين عبد العزيز في خطر وردت فعل زوجها أحمد العوضي غير متوقعة. تتواصل الأخبار المتداولة عن الحالة الصحية للممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز التي تتواجد حاليا في سويسرا لاستكمال العلاج. وجديد هذه الأخبار ما نقله موقع سكاي نيوز عربية عن مصدر مقرب من الفريق الطبي المعالج للنجمة المصرية، إذ كشف أنها خضعت لعمليتين جراحيتين خطيرتين ووصفها بالدقيقة والصعبة، مؤكدا أنها كانت تعاني من ثقب بالقولون ترتب عليه التهاب بريتوني. عارف أنا بحبك. وأوضح أن ياسمين عبد العزيز أجرت عملية إغلاق ثقب الغشاء البيتروني، التصاق أغشية البطن، إلى أن الالتهاب البيتروني كان يصيب الفنانة بفطريات وبكتيريا تنتشر في مناطق متفرقة بالجسم مما كاد يعرضها للموت. ومن ناحية أخرى، كان لافتا لكثير من المتابعين خلال الساعات الماضية ما قام به الممثل أحمد العوضي زوج ياسمين، وذلك بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي وهو يصور أحد الموسيقيين في شوارع سويسرا من إحدى المقاهي التي كان يجلس فيها. ويقوم العازف بعزف مقطوعة بيلا تشاو الإيطالية وداعا يا حلوتي، والتي حقق بها مسلسل لا كاسا دو بابيل. وعبر متابعو أحمد العوضي على إنستغرام عن يقينهم بأن زوجته ياسمين عبد العزيز شفيت تماما من الأزمة الصحية بعد نشره للفيديو. وارجع تاني وقلنا وارجع تاني وقلنا هم رجعنا. ومن ناحية أخرى، كانت وجهت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز مؤخرا رسالة طمأنت فيها جمهورها لأول مرة بعد تعافيها من مرضها الذي دام أشهر عدة. ونشرت ياسمين على حسابها الرسمي على فيسبوك صورة من المستشفى وأرفقتها بتعليق التالي: جمهوري الغالي من مصر والوطن العربي، وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله، عاوزاكم تطمنوا. وأضافت: رغم كل الصعب اللي مريت به في أزمة الأخيرة، إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بهون علي كل اللحظات المرة اللي اعتدت عليها، وكفاية أني أقول لكم أني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا، لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله. وختمت ياسمين رسالتها بالقول كلمة شكرا أليلي أو عليكم وعلى حبكم، أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عجزة أني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي من مصر والوطن العربي.